القانون بيقول، برنامج إذاعي للرد على استفساراتكم القانونية يذاع على الصفحة الرسمية للنقابة العامة لمحامين مصر. أهلا بيكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامج القانون بيقول. ورد لنا سؤال من سيدة فاضلة بتقول في رسالتها: أنا سيدة في العقد الثالث من عمري مطلقة، وتزوجت الآن زواجا عرفيا من رجل متزوج على وعد منه بتوثيق ذلك الزواج، إلا أنني اكتشفت كذبه وخداعه، فهو لا يريد إتمام إجراءات الزواج بشكل رسمي. وسؤالي هو: أريد الطلاق منه إلا أنه يماطل ولا يريد، فهل أجد مخرجا آخر؟ الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود، ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون، فهو اتفاق مكتوب بين طرفين الرجل والمرأة على الزواج دون عقد رسمي، والمتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأي حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق، كما أن المتزوجة بعقد عرفي لا ترث في زوجها. ذلك أن المشرع في قانون الأحوال الشخصية قد حصر حق المتزوجة عرفيا حسبما نصت المادة 17 منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، وعلى ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره. والزواج العرفي يمكن إثباته في وثيقة رسمية برضا الطرفين عن طريق دعوى إثبات الزواج ترفع أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتها، أو بعمل قسيم التصادق على هذا العقد عند مأذون شرعي، وهي الحالة الأكثر انتشارا وخصوصا عند وجود حمل، فيتم التصديق عليه بنفس تاريخ العقد الأول. وفي حالة رفض الزوج الاعتراف بالزواج وإنكار صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان صدق كلامه من عدمه، وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوة، وقد يستحق الزوج التعويض فضلا عن وقوع الزوجة في جريمة التزوير في محرر عرفي. أما في حالة ثبوت كذب الزوج، يتم قبول الدعوة وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، وفي هذه الحالة ينقلب الزواج العرفي إلى رسمي، ويحق للزوجة المطالبة بكافة حقوقها الشرعية. أما فيما يخص الأطفال إن وجدوا، فإن دعوى النسب عند إنقار الزواج لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية، ومن حق الزوج بعقد عرفي أو بدون إقامة دعوى ثبوت نسب. وفي حالة عدم وجود عقد عرفي، يطالب الزوج بإجراء تحليل DNA، وفي حالة رفضه وذلك نظرا لعدم وجود نصوص قانون تلزمه بذلك، يعتبر رفضه إجراء التحليل إقرار منه بالنسب وقرينة يصدر على أساسها الحكم. فالنسب للطفل المولود من زواج عرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج، والنسب حق للطفل وليس حقا للزوجة، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسميا حفاظا على حقوق المولود. أما فيما يخص سؤال السائلة، فقد نظم المشرع الطلاق من الزواج العرفي عن طريق القضاء، فقد نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة، فترفع دعوى الطلاق الناشئة عن الزواج العرفي كأي دعوى طلاق عادية، سواء طلاق للضرر أو للهجر أو لعدم الإنفاق، ويمكن أن تقبل الدعوى ولو كانت ورقة الزواج العرفي مطموسة البيانات أو ضعيفة الكتابة. وفي هذه الحالة تطلب الزوجة حالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك العلاقة. اللي عاوز أقوله لك إيه؟ هذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية، فالزواج العرفي قد يترتب عليه ضياع حقوق الزوج، حيث إن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة لها أمام القضاء. والأخطر من ذلك أن الزوجة قد تبقى معلقة لا تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها عرفيا دون أن يطلقها، فإذا تزوجت بآخر ولم تنفصل من الزواج العرفي ولم تستطع إثبات هذا الانفصال، وأثبت الزوج أنها ما زالت في عصمته ولم يطلقها، ففي هذه الحالة تقع تحت طائلة قانون العقوبات لجمعها بين زوجين. فالزواج يجب أن يكون نظام اجتماعي كامل تبنى عليه أسرة جديدة في إطار النظم الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمعات والديانات. وفي النهاية نتقبل كافة استفساراتكم القانونية على وعد بالرد عليها في أقرب وقت.
كان معكم تامر صادق المحامي بالنقد.